بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة دي بإذن الله هنتكلم على Overview of the Client Access Server Role. هنتكلم على الكاس رول. الكلاينت أكسس سيرفر من أهم رولز في الإكتشينج إنفيرمنت. الكاس يعتبر أنا في رأيي الشخصي إن هو أهم دور من ضمن الفايف رولز اللي بيقوم بيهم الإكتشينج 2010. طب تعالى معايا بقى نروح ونتعرف على الكلاينت اكسس سيرفر فانكشناليتي. في خلال الحلقه دي باذن الله هنريفيو البيربز اوف ذا كلاينت اكسس سيرفر رول ان اكسشينج 2010. عايز اعرف دور الراجل ده في الاكسشينج 2010. نمرة 2 هتكلم على الكاس رول اسبيكتس، يعني اوتلوك ويب ابلكيشن، اكتشينج اكتيف سينك، اوتلوك اني وير، بوب 3، اي ام اف 4، افيلابيليتي سيرفيس، اوتو ديسكفر سيرفيس. تعال بس الاول نرجع كده بالذاكره ورا شويه ونتعرف على تطور الكاس كان عامل ازاي. زمان في اكتشينج 2003 ما كانش في حاجه اسمها كاس سيرفر. من اول 5.5 2003 كان بيتكلم في حاجه اسمها اكتشينج سيرفر، يعني سيرفر كده بلك بيقوم بجميع الادوار بتاعه اكتشينج. كنا ممكن نقسمه على اتنين، حاجه اسمها فرونت اند وحاجه اسمها باك اند. فرونت اند زمان كانت هي حاليا حاجتين، الهب والكاس مع بعض. الباك اند اللي هي حاليا الايه، الميل بوكس سيرفرز. يعني زمان يا اما كنت اعمل سيرفر واحد هو اكتشينج سيرفر او اقسمه اتنين، فرونت اند وباك اند. الفرونت اند اللي هو بيستقبل اي كونكشن من بره، يعني اي كلاينت عايز يعمل كونكت from outside لازم اول حاجه ايه يعمل ايه، يكونكت على الكاس او اسف على الفرونت اند، والفرونت اند بعد كده يروح بعته على مين، الباك اند اللي هو اللي فيه الميل بوكس داتابيس اللي هو ليه ميل بوكس عليها. ده كان زمان اوكي. لكن لحد فتره قريبه كان المايكروسوفت اوتلوك اللي احنا بنسميه مابي كلاينت كان بيكونكت دايركتلي على الميل بوكس سيرفر، او كان اسمه ايه زمان، الباك اند على طول. اوكي اهو بيقول لك ايه، with four front servers internal clients connect with outlook through مابي دايركتلي to ميل بوكس سيرفر using مابي over RPC. يعني زمان كان برضو عندهم مشكله ان المايكروسوفت اوتلوك او المابي كلاينت اللي كان بيكونكت ار بي سي كان بيكونكت على مين، الباك الباك اند على طول دايركتلي من غير ما يعدي على ايه الفرونت اند. لكن اي اكسترنال كلاينت يوزد ذا فرونت اند از مور اوف ا بروكسي ذات كود هاندل ار بي سي اوفر اتش تي بي اتش تي بي اس اوفر بوب 3 IMAP4. قال لك يعني اي اكسترنال كلاينت، اي واحد من بره بيحاول يكونكت كان لازم يخش على مين، الفرونت اند الاول، يعمل عنده اوثنتيكيشن والفرونت اند يبعته على مين، الباك اند، سواء داخل باي كونكشن او 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 باي نوع كلاينت، سواء ار بي سي اوفر اتش تي بي، سواء او سكيور او ان سكيور، سواء بوب 3، سواء IMAP4 and so on. اكتشينج 2007 بدا يستخدم الرولز فانكشناليتي، يعني بدا يقسم الاكتشينج لعده ادوار. طبعا زي ما احنا عارفين منهم الكاس رول، الميل بوكس رول، الهاب رول، اليو ام رول، الايج ترانسبورت رول، ماشي. فساعتها استحدث حاجه اسمها الكاس رول اللي هو عمل، يعني عمل ليه الكاس، عمل الكاس عشان يقدم سيرفيسز كتير للاي كلاينتس او يشيل اللود. يعني بدا يعمل ايه، بدا يعمل رولز عشان يقسم الادوار على سيرفرز.
ما يبقاش ان ايه زي ما كنا احنا بنقول ايه اكتشينج سيرفر، اللي هو سيرفر بيقوم بكل الايه بكل الادوار اللي في الدنيا. طيب لا، عمل ايه؟ قسم الادوار دي على سيرفرز، اوكي، وكل مجموعه سيرفرز بتقوم بدور معين. يعني ممكن يبقى عندي سيرفر واحد او اثنين او ثلاثه بيقوموا ايه بالكاس رول، واربعه خمسه بيقوموا بالايه من بوكس سيرفر، وكذا واحد بيقوموا ايه بالهاب ترانسبورت اند سو اون. فقال لك الاكتشينج 2007 انتروديوس ذا كاس رول ويتش از مور ذان بروكسي سيرفر بات اوف لودز ا سيجنيفيكانت اماونت اوف ذا لودز ذات ذا ميل بوكس سيرفر تيبيكالي هاندلد. يعني برضو في اكتشينج 2007 ما عليكش فكره ان الناس اللي هي جوه شغاله اوت لوك كانوا ستيل لما بيحبوا يفتحوا الميل بوكس بتاعهم كانوا بيكونكت على طول على الميل بوكس سيرفرز اللي هم ليهم ميل بوكس عليه، اوكي. لكن اكتشينج 2010 لا، وقف وقفه، قال لك اي كلاينت يحب يعمل كونكشن ويحب يفتح الميل بوكس بتاعه سواء انترنالي اي نوع سواء اكسترنالي اي نوع، لازم وحتما ولا بد انه ايه يكونكت على مين؟ يكونكت على الكاس، يعمل اوثنتيكيشن والكاس يروح يفتح له الايه الميل بوكس بتاعه من على الميل بوكس سيرفر. عشان كده عملوا سيرفيس جديده اسمها مايكروسوفت اكستشينج ار بي سي. هي دي اللي بتتيح للكلاينت ان هو يعرف يكونكت على الكاس ثرو المابي كلاينت او ثرو المايكروسوفت اوتلوك، ويقدر يعمل اوثنتيكيشن في الكاس والكاس يفتح له الميل بوكس بتاعه من على الميل بوكس سيرفر. تعال بسرعه كده نلخص اللي احنا قلناه في كلمتين. زمان ما كانش في حاجه اسمها كاس وهاب وميل بوكس والكلام ده، لا، كان في حاجتين، حاجه اسمها فرونت اند وحاجه اسمها باك اند. الفرونت اند اللي هي بتعادل حاليا الهاب والكاس، الباك اند اللي هي كان عليها الميل بوكس داتابيز اللي هي حاليا بتعادل الميل بوكس سيرفر، اوكي. لما كان اي حد مابي كلاينت مايكروسوفت اوتلوك بيحاول يكونكت، ما كانش بيخش على الايه الفرونت اند عدل، لا، كان بيخش على طول على مين؟ الباك اند على طول يفتح الميل بوكس بتاعه، ودي كانت ثغره اولا مش سكيور، اوكي. لكن كان اي اكسترنال كلاينت باي نوع إن كان عايز يكونكت من بره ويفتح الميل بوكس بتاعه سواء بيكونكت عن طريق الاوتلوك ويب اكسس او البوب 3 او الاي ماب 4 او الار بي سي اوفر اتش تي بي او الاوتلوك موبايل اكسس، ساعتها كان لازم يخش على مين؟ الفرونت اند اللي هو حاليا احنا بنسميه الكاس سيرفر. وكان الاي فرونت اند ده بيعمل له اوثنتيكيشن ويبعته لمين؟ للمين بوكس سيرفر. من اول 2007 الدنيا اتغيرت، بدا اكستشينج 2007 يتعامل بحاجه اسمها الادوار او الرولز، فقسم الاكستشينج فانكشناليتي لخمسه رولز: الكاس، الهاب، المين بوكس، الايدج، اليونيفايد كوميونيكيشن. عمل ليه كده؟ عشان يوزع اللود حلو على اكتر من سيرفر. ليه؟ اقول لك انا ليه. ان كان سيرفر واحد بيقوم بكل الادوار، دلوقتي لا، الدور ممكن بيبقى اكتر من سيرفر بيقوم بيه، والكلام ده احنا قلناه في اول حلقه اول ما احنا ايه جينا نتعرف بالايه بالاكستشينج 2010. طيب كان في ديفكت في الاكستشينج 2007 اللي هي ايه؟ ان كان ستيل الناس اللي هم انترنالي المايكروسوفت اوتلوك دول كانوا لازم برضو بيعملوا ايه كونكشن على مين؟ الميل بوكس سيرفر، بدون الرجوع لمين؟ الكاس رول. في حين ان كل الكلاينتس اللي هي بتكونكت انترنالي زي البوب 3 الاي ماب الاو بس كده، دول كانوا ايه بيخشوا على مين؟ على الكاس انترنالي، ما عدا النوع ده، عشان هو ده المفروض ان هو اعظم نوع فيهم او اعظم فانكشناليتي فيهم. جه 2007 جه
اكتشينج 2010 غير الفكر ده خالص. قال لك اي كلاينت انترنالي عايز اكسس، اكسترنالي عايز اكسس، لازم يجي لي انا الاول. انا الكلاينت اكسس سيرفر، من اسمي باين اسمي كلاينت اكسس سيرفر. اي كلاينت عايز اكسس لازم يجي لي انا الاول. فعملوا استحداث لسيرفيس اسمها مايكروسوفت اكتشينج ار بي سي. دي خلت ايه؟ خلت ان اي مابي كلاينت او اي مايكروسوفت اوتلوك عايز يكونكت يخش على مين؟ على الكاس دايركتلي. طيب الاكتشينج 2010 كاس رول، قال لك ان اكتشينج 2010 ذا كاس رول هاندلز بوث اكسترنال اند انترنال كونكشن تو ذا مين بوكس رول. يعني قال لك اهو في اكتشينج 2010 بدا يهندل اي كونكشن، اي حد، اي نوع كلاينت عايز يفتح الميل بوكس بتاعه سواء انترنالي او اكسترنالي لازم يروح لمين؟ للكاس سيرفر. هو هيهندل الكوميونيكيشن دي كلها ويروح يفتح له الميل بوكس بتاعه من على الميل بوكس رول. طيب قال لك اهو المابي and directory connections are handled by the cache server now relieving a ton of loads of the mailbox server role. لو انت خدت بالك احنا قلنا ان في defective exchange 2007 ان هو كان كل الكلاينتس internally بتخش على الكاس ما عدا مين؟ المابي كلاينت اللي هو المايكروسوفت اوتلوك. ده كان الوحيد اللي هو بيخش على مين على طول عدل على الميل بوكس سيرفر. الكاس في 2010 قال لك لا، كل انواع الكلاينتس حتى المابي كلاينت لازم يكونكت على مين؟ عليا انا الاول. انا كده بشيل الحمل من على مين؟ الميل بوكس سيرفر. ان هو الميل بوكس سيرفر زي ما قلنا ان كان دوره الوحيد ان انا اعمل عليه كرييشن للميل بوكس داتابيز وكريت عليه ميل بوكس فقط لا غير. غير كده الراجل ده ما ينفعش يقوم باي دور تاني. لكن في اكتشينج 2007 كان عنده مشكله، زائد ان هو ممكن تعمل عليه كرييشن للداتابيز وتكريت عليه ميل بوكسز، كان بيستقبل اي كونكشن انترنالي من مايكروسوفت اوتلوك من مابي كلاينت، وده كان بيعمل عليه لود جامد. في اكتشينج 2010 زي ما احنا قلنا قال لك لا، اي انترنال اكسترنال كونكشن بتروح لمين؟ للكاس، والكاس هو ايه؟ بيهندل الكونكتيفيتي دي مع الميل بوكس رول. طيب ايه اللي حصل في اكتشينج 2010 زادوا اهميه عن اكتشينج 2007؟ انه هو عمل انكريز للنمبر اوف كونكرنت كونكشن للميل بوكس سيرفر. بمعنى في اكتشينج 2007 كنت ممكن تعمل 64000 كونكشن او 64000 كونكرنت كونكشن في نفس الوقت للميل بوكس سيرفر. يعني الكاس كان بيستقبل منك 64000 كونكشن في التو اللحظه ويفتح 64000 كونكشن مع الميل بوكس سيرفر في نفس اللحظه. في اكتشينج 2010 قال لك لا، احنا لو احنا شغالين في شركه مالتي ناشونال فيها عدد كبير من العماله ما ينفعش، يبقى احنا نعلي سقف الايه الكونكرنت كونكشن. قال لك ان هو حاليا بيسبورت 250000 كونكرنت كونكشن في وقت واحد. يعني لو في 250000 كونكشن جايين للكاس في نفس الوقت، الكاس 2010 هيعرف يهندل ال 250000 ايه كونكشن دول ويبعت ويعمل لهم اوثنتيكيشن ويبعتهم للميل بوكس سيرفرز، ايه يدخلهم على الميل بوكس سيرفر بتاعهم. اوكي، قال لك برضو الاكتشينج 2010 جه باكتر من فيتشر، منهم اللود بالانسنج. عمل حاجه اسمها كاس اري، يعني ممكن احط اكتر من سيرفر كاس في حاجه اسمها ايه اري ولود عليهم الايه البالانس. يعني سي انا جاي لي 250000 كونكرنت كونكشن، انا ممكن اعمل ايه؟ اوزعهم على اكتر من كاس عندي. كل يعني مثلا سي مثلا انا عندي ايه 10 كاس، ال10 كاس دول انا ايه حاططهم في ايه حاجه اسمها كاس اري، وبعمل لود بالانسنج للايه لل250000 كونكشن دول على ال10 كاس. ال10 كاس هيستقبلوهم
اوكي، ويعمل لهم اوثنتيكيشن ويبعتهم على الايه ميل بوكس سيرفر بتاعهم. زائد ان انا ممكن اعمل سكيورنج للكاست سيرفر، يعني احط عليه سيرتيفيكت، اخلي الكونكشن ما بين الكلاينت والكاست سكيور، ان انا احط ايه سيرتيفيكت على الكاس او على الاثنين، الكاس وعلى الاي كلاينت كونكشن. اوكي، طب تعالى بسرعه كده، عايز اشرح حاجه. انا عمال اقول لك مابي 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 ان سو اون. ايه كلمه مابي كلاينت او ار بي سي كلاينت او اوتلوك كلاينت؟ فكره ان ان ان, إن انا يبقى عندي مايكروسوفت اوتلوك عندي في الشركه، ده اعظم كلاينت عندي. انا عندي اكتر من نوع كلاينت، انا عندي كلاينتس بيخشوا ثرو الويب، دول احنا ايه بنسميهم الاوا. عندي كلاينتس بيخشوا ثرو الموبايل، دول احنا ايه بنسميهم الاكتيف سينك. عندي كلاينتس بيخشوا من عن طريق الاوتلوك لكن من بره، دول احنا ايه بنسميهم الاوتلوك انيوير. عندي كلاينت بيعملوا كونكت وبيريسيفوا الايميلز بتاعتهم ثرو بروتوكول اسمه بوب 3 او ثرو اي ماب 4. دي كلها انواع كلاينتس. مين اعظم واحد فيهم؟ المايكروسوفت اوتلوك اللي هو عندي انترنالي، ده احنا بنسميه مابي كلاينت. ده لما بيجي يكونكت على الكاس سيرفر بيعمل كونكشن بحاجه اسمها ار بي سي بروتوكول اللي هو ريموت بروسيجر كول. ده بروتوكول سكيور جدا. ليه سكيور؟ ان هو بيعمل كوميونيكيشن او بيعمل انيشال كوميونيكيشن مع الكاس سيرفر على بورت 135. يعني يقول له يلا بقى انا عايز افتح الايه الميل بوكس بتاعي، اوكي، يقول له يلا يا كاس بقى، يلا كاس نبدا بقى ايه، يعني روح هات لي بقى ايه الميل بوكس بتاعي عايز افتحه. يقول له خلاص احنا ايه هنبدا نعمل ايه كوميونيكيت على بورت 135، واول لما انا حاجه اديهولك احنا ايه لو في حد في النص شايفنا احنا هنعمل ايه، هنغير البورت، نخليه دايناميك بورت، نخليه دايناميك بورت فوق ال 1024، بحيث اللي واقف في النص ده اللي هو الهاكر ده ما يعرفش احنا ايه بنتكلم على اني ايه بورت. يبقى ما بين الكلاينت والكاس سيرفر في كوميونيكيشن على كام؟ على بورت 135. اوكي، واول لما بيبدا يحصل كوميونيكيشن اللي بيحصل بيبدا ايه يعمل له دايناميك بورت، بيغيروا البورت لايه لاوفر 1024. اوكي، عشان كده ده سكيور. وخد بالك ان هو اعظم كلاينت في الاكشينج 2010. ليه؟ ان هو بيستفيد بالفول فانكشناليتي، يعني ممكن يعمل ميتينجز، ممكن يعمل كونتاكتس، ممكن يبص على دوكيومنتس، على بابليك فولدر، على كل حاجه في الدنيا. هو ده اعظم فانكشناليتي. خد بالك ان في كلاينت تاني اسمه ايه، اسمه الاوتلوك ويب اكسس. خد بالك، طب ايه الفرق بين المايكروسوفت اوتلوك اللي هو المابي كلاينت والاوتلوك ويب اكسس؟ لما جم عملوا الاوتلوك ويب اكسس سموه ليه اوتلوك ويب اكسس؟ اقول لك انا ليه. هم اخترعوا كونكشن ثانيه ثرو الويب انترفيس، يعني لو انت عندك اي براوزر ممكن تخش وتفتح الايه ميل بوكس بتاعك. طب ليه سموه اوتلوك ويب اكسس؟ قالك انك انت هتاكسس ثرو الويب، عشان كده اسمه ويب اكسس. ليه اوتلوك بقى؟ اوتلوك ان هو في معظم الفانكشنز بتاعه الاوتلوك العادي، يعني انا ممكن اكونكت ثرو الويب على الميل بوكس بتاعي، اوكي، ويبقى عندي الموست فانكشناليتي. طبعا مش زي الاوتلوك العادي، لا، اغلب الفيتشرز اللي هي في الاوتلوك العادي انا ممكن الاقيها ثرو ايه الويب انترفيس، عشان كده سموه اوتلوك ويب اكسس زمان، وحاليا اسمه اوتلوك ويب ابلكيشن. طيب تعال نبص على الكاس رول اسبيكتس. كنا قلنا من شويه الكاس بيعمل ايه؟ قال لك الكاس بيتعامل مع 1 2 3 4 5 6 بيقدم 6 حاجات. انا رايي ان هو بيقدم اكتر من كده، لكن احنا ايه طول ما احنا ماشيين هنشوف الراجل ده بيقدم ايه بالظبط. قال لك الاوتلوك ويب ابلكيشن، يعني اي حد عايز يكونكت ثرو الويب، اوكي، ممكن الكاس 2010
بيعمل ايه؟ بي allows you to access email through a web browser، يعني بيديك الصلاحية انك تاكسس الميل بوكس بتاعك through اي ويب براوزر عندك، سواء انترنت اكسبلورر، فايروول، اسف فايرفوكس، سفاري، جوجل كروم، اوبرا، كل الحاجات دي. فالراجل ده بيستقبلك عشان يفتح لك الايه الميل بوكس بتاعك. طب ايه فكره الاكتشينج اكتيف سينك؟ زمان كان في حاجه اسمها اوتلوك موبايل اكسس، طوروها شويه وعملوا حاجه اسمها اكتشينج اكتيف سينك. ده بيعمل ايه؟ allows you to synchronize your data between your mobile device or smartphone and exchange، يعني انت ممكن تستقبل اي ميلز تجي لك على الميل بوكس بتاعك على السمارت فون بتاعك او على الموبايل ديفايس بتاعك through حاجه اسمها active sync. اوكي، لكن لازم يكون يعني جهازك ده بيسبورت الاكتيف سينك فيتشر زي الايه الويندوز موبايل. ماشي، يبقى تاني حاجه الكاس بيبعت لك الميلز بتاعتك على موبايلك، وانت بتقدر تعمل ايه؟ تقدر تسينك، تعمل سينكرونايز الداتا اللي على موبايلك مع الداتا اللي على الايه الميل بوكس بتاعك، وايه عشان تبقى انت اب تو ديت اند سو اون. وبيديك برضو سبورت انك تقدر تعمل حاجه اسمها ريموت وايب. يعني ايه ريموت وايب؟ نفترض ان ايه لا قدر الله موبايلك اتسرق، وده كنت انت عامل له كونفيجريشن لايه للاكتيف سينك، اي ميلز مهمه بتجيلك عليه وانت بتعمل لها داونلود عليه اند سو اون. طب ما كده هو في عليه داتا مهمه جدا، قال لك انت ممكن تعمل حاجه اسمها ريموت وايب، تمسح كل اللي عليه اوتوماتيكلي، يعني حتى لو سرقه ده مش هيعرف يستفاد بالايه بالداتا اللي عليه، يبقى كل الداتا اللي عليه دي هيحصل لها ايه ديليت. دي اسمها ايه ريموت وايب، ودي تقدر انت كصاحب الجهاز تقدر تعمل ايه، تقدر تعمل ريموت وايب بنفسك. نمرة اتنين، ان انت لو انت عندك موبايل وانت عامل له اكتيف سينك كونفيجريشن، لو انت جيت فتحت الاوتلوك ويب ابلكيشن هتشوف موبايلك موجود عندك، هتشوف ايه ان انت عندك اسمه ده اكتيف سينك موبايل، وتشوف نوعه ايه وتشوف كل تفاصيله وامتى اخر مره انت عملت سينك معاه اند سو اون. وعن طريق الاوتلوك ويب ابلكيشن انت ممكن تقدر تعمل ايه ريموت وايب. طب ايه فكره الاوتلوك انيوير؟ قال لك بي allows you to connect to your exchange mailbox externally using الاوتلوك RPC over HTTP without going through a VPN connection. كل الفكره زمان، طبعا انا لسه قايل من شويه ان انا عندي اعظم كلاينت اللي هو مين؟ الاوتلوك العادي. ليه؟ ان ده فيه الموست فانكشناليتي بتاعت الايه بتاعت الاكتشينج، زائد ان هو بيكونكت ايه بيكونكت على الكاس ثرو ار بي سي بروتوكول. قلنا ليه سكيور؟ ان هو بيفتح بايه بانيشال بورت اللي هي 135، واول لما يحصل كوميونيكيشن يبدا يعمل ايه، يبدا يقلب على ايه دايناميك بورتس فوق 1024، فعشان كده سكيور. لكن لو انا خدت اللابتوب بتاعي اللي عليه الاوتلوك كونفيجرد وطلعت بره الشركه، شكرا مش هعرف افتح الايه الميل بوكس بتاعي. طب هنلاقي ايه؟ قال لك خلاص احنا هنعمل حاجه حلوه جدا، انا عايز استخدم الايه اوتلوك. ليه؟ ان هو اعظم فانكشناليتي، زائد ان هو ايه سكيور، ان هو شغال ار بي سي، صح؟ طب ايه حلها عشان يشتغل من بره برضو؟ يعني هو من جوه شغال زي الفل، من بره مش شغال. طيب احنا هنعمل تكنولوجي كده اسمها ايه الاوتلوك انيوير، بحيث ان انا اقدر من بره اشتغل ار بي سي. طب انا هعمل ايه من بره؟ هكونكت على مين؟ الكاس بتاعي ثرو الايه الاتش تي بي اللي هو البراوزنج بروتوكول، واول لما اعمل معاه اتش تي بي كونكشن ابدا اعمل ايه ادفع او ابدا اعمل انكابسوليشن للاي ار بي سي، ابدا ادفع ار بي سي بروتوكولز. ماشي، وده يخليني ان انا اقدر اكومينيكيت من بره
بالمايكروسوفت اوتلوك بتاعي، عشان احنا ايه بنسميه اوتلوك انوير، ويغنيني ان انا اخش من بره في بي ان عشان اقدر اعمل ايه افتح الايه الميل بوكس بتاعي ثرو المايكروسوفت اوتلوك زي زمان. عندي اتنين بروتوكول احنا بنسميهم متخلفين شويه عشان هم دول كانوا من عصر الحجر شويه، اللي هما بوب 3 والاي مان 4. دول اتنين ريسيفنج بروتوكولز فقط لا غير، يعني بيقدروا يكونكتوا على الاكشينج ويريسيفوا الميلز بتاعتهم ويعملوا لها داونلود لوكالي على الكلاينت ماشين، اوكي، ويعمل ايه ممكن يشتغلوا اوفلاين او اونلاين، اوكي. طيب دول ليهم كمية كافيتس كتيرة جدا. اول حاجة البوب 3 ما ينفعش يشتغل الا اوفلاين، يعني ايه؟ ما اقدرش ابراوز الميل على مين؟ على الاكشينج، لا لازم اعمل له داونلود فقط لا غير. بعد لما انا اعمل للايه للميل داونلود ايه اقدر افتح الايه الميل اللي انا عملت له داونلود. طب لو انا عايز اعمل سند لاي مسج، لا بستخدم بروتوكول ثالث اللي هو ايه الاس ام تي بي، هو ده اللي انا اقدر اعمل بيه سند. انما الاي ماب لا ممكن اشتغل اوفلاين او اونلاين، لكن برضو في كميه عيوب كتيره جدا. طيب الاثنين بيدوني برضو عندهم عيوب جامده جدا، ان هم ما بيستخدموش الفول فانكشناليتي بتاعه الاكشينج، يعني ما اقدرش اعمل ميتنج، ما اقدرش ابص على كل الكونتاكتس اللي عندي، ما اقدرش ابعت دوكيمنت، ما اقدرش اعمل كذا حاجه ولا اي تاسك ولا اي حاجه خالص. فهم جاست ان انا بريتريف الميل بوكس بتاعي او اسف الايميلز بتاعتي واعملها داونلود لوكالي، ولو عايز اعمل سند بسند ثرو الاس ام تي بي بروتوكول اند سو. طيب عندي برضو سيرفيس ثانيه بيقدمها لي الكاس، اللي هي الافيلابيلتي سيرفيس، اللي هي ايه بيوريني ايه مين الاوتلوك يوزرز سواء 2007 2010 اللي هم فري بيزي داتا، يعني بيعمل لي كولكت بيجمع لي الفري بيزي داتا منين من الاوتلوك 2007 او ايه 2010. يعني اديك مثال صغير، نفترض ان انا عايز ابعت ميتنج ريكويست لهيثم شرف يوم 1/8 والساعة 10، عايز ادعي على ايه على ميتنج. انا ممكن ثرو الافيلابيلتي سيرفيس اعرف ان هو يوم 1/8 ده فاضي ولا مشغول، يعني هل مشغول في ايه ميتنج تاني ولا هو فاضي اقدر ادعيه في ميتنج. يبقى جميع الفري بيزي انفورميشن بتاعه كل الكلاينتس موجوده على مين على الكاس، هو يقدر يقول لك ان ده الشخص ده فاضي النهارده مش فاضي النهارده اند سو اون. الاوتو ديسكفر سيرفيس ده بيعمل ايه؟ ده بيهلب اوتلوك كلاينتس اند سام موبايل فونز تو اوتوماتيكلي ريسيف بروفايل سيتنجز اند لوكيت اكشينج سيرفيسز. يعني ايه؟ خد بالك كده، زمان لما انا كنت مثلا ايه احب اعمل كونفيجريشن لاي اوتلوك، كنت بعمل ايه؟ كان لازم عندي سؤالين. اول حاجه كان بيسالني اديني اسم الاكشنج سيرفر او الاي بي بتاعه، واديني اليوزر اللي انت عايز تعمل بيه ايه كونكت عشان يفتح الايه الميل بوكس بتاعه. ده كان السؤالين الايه المهمين جدا، لو انت عارفهم تقدر تعمل ايه كونفيجر لاي ايه مايكروسوفت اوتلوك في الشبكه عندك. نزل اوتلوك 2007 واول اوتلوك 2010 نزلوا بسيرفيس او بفيتشر اسمها اوتو ديسكفر فيتشر، ان هما بيقدروا يشمشموا على الاوتو ديسكفر سيرفر اللي هو مين اللي هو الكاس سيرفر. الكاس سيرفر اصبح برضو عنده فيتشر اسمها الاوتو ديسكفر. طب ده ايه اللي بيحصل؟ يجي الايه الاوتلوك 2007 او الاوتلوك 2010 هو عنده الايه اوتو ديسكفر سيرفيس، يبدا ايه يدور على مين الاوتو ديسكفر سيرفر اللي هو الكاس. الكاس يقول له استنى استنى استنى، انا اهو انا
اللي ايه بقدم الاوتو ديسكفر سيرفيس. خد الفايل ده، الفايل ده فيه معلومات اللي ايه الاكشينج ميل بوكس سيرفر، خدها اعمل لها داونلود واعمل لنفسك ايه اوتوماتيك كونفيجريشن. ساعتها هتعرف مين هو الميل بوكس سيرفر اللي انت ايه اليوزر بتاعك عليه. فايه اللي يحصل؟ الاي كلاينت يعمل ايه؟ يعمل داونلود للايه للاوتو ديسكفر دوت اكس ام ال فايل ده، حلو، ويعمل لنفسه كونفيجر. يعني حاليا بقى يعني ايه بقيت تعمل ايه، تفتح الايه الاوتلوك لاول مره في الدنيا، تفتح الاوتلوك لاول مره تقول له انا عايز اعمل ايه كونفيجر للايه للميل بتاعي، يقول لك انت عايزه بوب 3 ولا ايباب ولا اكستشينج، تقول له ايه اكستشينج، تقول له نيكست. انت كل بس اللي انت ايه بتعمله كلمه ايه نيكست دي، حلو. ايه اللي بيحصل؟ بيشغل ايه ساعتها؟ بيشغل الاوتو ديسكفر سيرفيس اللي على مين؟ الكلاينت. ليه؟ ان هو عايز يعمل ايه يلوكيت اللي مين؟ الاوتو ديسكفر سيرفيس او سيرفر اللي هو الكاس. يعني بيسيرش على مين؟ على الكاس. الكاس يقول له انا اهو، يروح مديله ايه الفايل هو ايه اكس ام ال فايل، يقول له امسك اعمل ايه اعمل نفسك اوتوماتيك كونفيجريشن، يروح واخد الفايل ده عامل نفسه ايه اوتوماتيك ايه كونفيجريشن، وفي الاخر يقول لك ايه فينش. طب هو جاب منين اسم الميل بوكس سيرفر؟ طب جاب منين اليوزر اللي هو ايه هيكونكت؟ كل ده جوه ايه الاوتو ديسكفر اكس ام ال فايل، ماشي. يبقى الكاس رول اسبيكتس الكاس بيسبورت الاوتلوك ويب ابلكيشن، الاكشينج اكتف سينك، الاوتلوك اني وير، البوب 3 والاي ماب، الافابيلتي سيرفيسز، الاوتو ديسكفر سيرفيس. اوكي، ولحد كده يبقى الحلقه خلصت، ونكمل في حلقه ثانيه يعني ايه كاس، ونبدا نعمل له كونفيجريشن. شكرا.